السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، المحاضرة الثانية اللي نشرح بها على مصادر الأفعال. شرحنا مصادر الأفعال الثلاثية، راح نجي ناخذ مصادر الأفعال الرباعية. طلاب الأفعال الرباعية بها نوعين، أفعال رباعية حروفها أصلية وأفعال رباعية المزيدة. طلاب يعني شنو حروفها أصلية؟ يعني هي أصلها الماضي مالتها رباعي، هو أربع حروف مثل بعثر، ما به حرف زايد، هي كن اذا شيل حرف هسه تصير عثر بعثر. مصدرها طلاب بس تضيف لها تاء مربوطه بعثر بعثره، وزن المصدر مالته هذا بعثر تصير فعلله، واضح؟ زلزل زلزله، هو زلزل فعلل، وزن المصدر مالته تصير فعلله. زخرف زخرفه تصير فعلله. دحرج دحرجة تصير فعللة، واضح طلاب؟ هسا عندنا هذا الرباعية الحروفها أصلية، إذا قال لك السبب قل له فعل رباعي حروفها أصلية. زين، فعل رباعي مزيد، المزيد طلاب هو أصلا ثلاثي، بس شلون صار رباعي؟ زودناه مثل فعل رباعي على وزن الرباعي طلاب بثلاث أنواع، على وزن أفعل ومضعف وعلى وزن فاعل. الرباعي كم نوع بيه؟ من نشوفه نحس بحروف أربعة، تذكر الأربعة بيها ثلاث أنواع. فعل رباعي على وزن أفعل، على وزن أفعل بيه نوعين، صحيح العين ومعتل العين. يعني شنو صحيح؟ مثل أنجز، بعض طلاب حتى خلي الراجع أنجز، أنجز هو نجز، نجز الموضوع نجز، وثلاثي ضفنا له ألف صار مزيد. إذن هذا فعل رباعي على وزن أنجز على وزن أفعل. شوفه من شوفه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، احسب حروفه كم حرف قبل من شوفه، يقول لك أريد مصدر وما شفته لا دال على لون ولا دال على حرفة مثل ما درسنا بالثلاثي، شفته أربع حروف، انتهينا من ذني جمال الثلاثي. نجي نشوفه شبي مبدوء بهمز، نقول على أنجز أفعل تصير إنجاز، فعل رباعي على وزن أفعل. شلون تعرفه؟ من شفته رباعي شوفه يقرأ شنو وزنه أفعل تصير إنجاز. زين، إنجاز هي إفعال. بعد شعدنا طلاب أحسن تصير إحسان، إفعال هذا مصدر وهذا وزن. نجي على معتل العين مثل أقام، شنو طلاب معتل العين صحيح العين؟ هسه راح نجي على حسنة وعلى أقام اللي هي أصلها قام، إذا حذفنا الألف صارت قام. العين بعض طلاب هي فعل، العين شي قابل يقابل السين، يعني الصحيح العين، العين ما اللي تقابل السين اللي تقابل العين صحيحة، والألف اللي قابل العين علة، إذن هذا معتل العين تصير إقامة، وإقامة وزنها إفالة. أشار إشارة هم إفالة، واضح طلاب؟ واضح. هسه راح نجي على قلنا فعل رباعي من نشوفه كم حرف بي، يقول لك اريد مصدره، سهلة الثلاثي عرفنا والرباعي هسه عرفنا هذا اربع حروف، هذا حروف اصلية المزيدة على وزن افعل. شلون تعرفه؟ انجز بألف بالبداية، انجز افعل، تحسب حروفه واحد اثنين ثلاثة اربعة. فعل رباعي مضعف، زين مضعف بكم نوع طلاب؟ بأربع أنواع. شلون تعرفه مضعف؟ مثل رجع، صحيح يعني ما بحرف علة، رجع بعش خلي لك بخليك شدة. طلاب الشدة احسب ليها حرف، احسب للشدة حرف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن هذا رباعي رجع، اوكي هذا مضعف على وزن فعله،
رجع ترجيع، تصير تفعيل مثل طلاب بعد عندنا، كلم 1 2 3 4 تصير تكليم على وزن تفعيل، واضح؟ مهموز الآخر يعني شنو؟ يعني بآخر همزة، انت شوفه رباعي بس مضعف يعني بيشده، اوكي مثل هنأ. يقول هذا شنو؟ رباعي مهموز الآخر بهمزة بالأخير. ليش رباعي؟ 1 2 3 4 تصير تهنئة، أو نقدر نقول تهنيئا هنأ. تهنئة وزنها تفعلة أو تفعيلا. زين، عرفنا الرباعي يا طلاب بكم نوع؟ مضعف صحيح ومضعف مهموز ومضعف معتل الآخر بالألف. يعني شلون طلاب معتل الآخر بالألف؟ مثل زكا، إذا نقول له هذا فعل رباعي. عرفت رباعي مو؟ رباعي بس شبيه رباعي مضعف ومعتل الآخر بالألف، هو صح مضعف بس معتل الآخر بالألف. زكى تصير تزكية، وتزكية على وزن هم تفعلة. زين، بعد عندنا طلاب خلى، تصير تخلية، وتخلية وزنها تفعلة. راح نجي على الفعل الرباعي على وزن فاعل، هو هم رباعي بس على يا وزن فاعل، مثل قاتلة. نقدر نقول قتال، نقدر نقول مقاتلة، واضح؟ إذا قال لك مقاتلة ليش صارت هيجي وزنها؟ ترجعها لأصلها لفعلها قاتل، يقول له هذا فعل رباعي ليش صارت مقاتلة؟ الفعل رباعي على وزن فاعل، فعال أو مفاعلة وزنها فعال أو مفاعلة. جادلة، إذا قال لك أريد المصدر مالته تقول له هذا رباعي، مجادلة أو جدال فعال مفاعلة. هذا هو طلاب الفعل الرباعي بكل تفاصيله. إذا حبيتوا الفيديو راح تشوفون الأفعال الخماسية والسداسية بالفيديو الجاي، ومع السلامة.